انت قبل ما يبتدي الدوري بتاعنا راضي عن الملاعب اللي احنا بنلعب فيها الماتشات؟ اكيد نفسنا في تطوير اكتر، لكن الحقيقه يعني الاستعداد بتزيد. خلي بال حضرتك ان البنيه الاساسيه او يعني محتاجه شغل، لكن النهارده مثلا احنا كان عندنا 7 استادات مجهزه بعد بطوله الامم، وزاد مثلا استاد هيئه قناه السويس الحقيقه عملوا برضو استاد قوي دخل لكرة القدم. يعني الاستادات بتزيد، مش راضيين بنسبة 100%، ولكن احنا عارفين ان احنا بنتحول بشكل ماشيين طول ما حضرتك في بروجرس بيحصل على الارض. هو ده المهم. طب احنا هنلعب ماتشات في الاسماعيليه وبورسعيد السنه دي ولا لا؟ الاسماعيليه بتلعب فيها المصري لا لسه، يعني بورسعيد لسه، بس الاسماعيلي بتلعب فيها ماتشات. طب وبورسعيد مستنيين فيها ايه؟ الحقيقه ان هم النهارده ابتدوا وضع الاساس لاستاد مصر الجديد، وان شاء الله يعني هتيجي اكيد خلال المواسم القادمه باذن الله. اكيد. الاستاذ احمد دياب رئيس رابطه الانديه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله.